أكد رئيس إقليم كردستان شيرفان بارزاني خلال مشاركته في ملتقى مير الذي يعقد في أربيل عاصمة الإقليم، أكد أن على الجميع الاستفادة من تجارب الماضي وخاصة سياسة النظام السابق في التعامل مع مكونات الشعب العراقي. صوت له الشعب العراقي، وبدون تنفيذ هذا الدستور وبإهمال الدستور كما نراه الآن لا يمكن للعراق أن يصل إلى الاستقرار. هناك تاريخ قديم وليس تاريخا قديما جدا، كل المشاكل كانت نتيجة لإهمال المسألة الكردية في العراق. هناك الكثير من المشاكل خلقت بهذا الموضوع. في عام 1970 عندما شعر صدام بأنه ضعيف بادر إلى توقيع اتفاقية الحادي عشر من آذار مع القيادة الكردستانية برئاسة البارزاني الخالد رحمه الله. وقع هذه الاتفاقية عندما شعر بأنه قوي، لأنه لم يكن مؤمنا بهذه الاتفاقية، تحارب لمدة أربعة أعوام مع الثورة الكردية، لم يستطع أن يكمل معركته، تنازل لشاه إيران عن شط العرب لأنه لم يستطع أن يحارب الثورة. وعندما أراد أن يستعيد هذا النصف استدان وأعلن الحرب على إيران ولم يستطع أن يحقق أي شيء. لو تم التفكير من اليوم الأول لحل مشاكل العراق في الداخل العراقي كانت كل المسائل، لم تكن لكل المسائل الأخرى أن حصلت. هذا يجب أن يكون درسا للعراق حاليا، للوضع العراقي في الوقت الحالي، في الحاضر العراقي. نحن نحتاج إلى أن نفهم بعضنا البعض. يجب أن نكون متأكدين بأن الجيل الذي سيأتي من بعدنا يجب أن يعيش في استقرار وأمن. حتى الآن لا توجد هذه الطمأنينة لمكونات كردستان. المشاكل تبدأ من هنا، من هذه الطريقة من التفكير. منذ عام 2004 و2005 وحتى اليوم نتحدث عن تنفيذ الدستور. من الذي ينفذ هذا الدستور؟ الكرد. لم نطلب أكثر من ذلك. نعم، الدستور وتفسير الدستور كيف سيكون؟ كل يفسر الدستور على هواه، ولكن هناك جهة دولية أعتقد بأنها يجب أن تساعدنا. دول الخارج يجب أن تساعدنا، يجب أن تدعمنا حول هذا الموضوع، يجب أن تكون معنا. نعم، نتحدث عن دستور إقليم كردستان. دستور إقليم كردستان كما تحدث عنه الأخ سالار، دستور إقليم كردستان مسألة مهمة جدا. نحن بدأنا العملية، لمعلوماتكم نحن بدأنا العملية الآن مع رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، وفي داخلنا شكلنا لجنة. نحن الآن بدأنا الخطوات الداخلية لصياغة دستور إقليم كردستان. يجب أن يكون هذا الدستور يضم هذا الدستور جميع الأطراف والمكونات الكردستانية، ويجب أن توافق عليها كافة الأطراف الكردستانية. نحن لا نود أن يكون هذا الدستور سببا للخلاف وللاختلاف، يجب أن نتفق جميع الأطراف السياسية. نحن الآن متفقون على هذا الموضوع. نعم، هذه المسألة هي حدث وخبر. هل سوف يكون بعد انتخابات إقليم كردستان؟ نيتنا أن ننفذ وننجز هذا الدستور قبل انتخابات إقليم كردستان التي سوف تعقد بعد عام. نريد أن نكمل هذا الدستور قبل هذه الفترة وأن نطرحها على التصويت، وبالتأكيد فإن دستور إقليم كردستان سوف يراعي الحقوق الدستورية التي ضمنها الدستور العراقي. ليس هذا الموضوع مشاكل زيادة للمشاكل التي نعاني منها مع بغداد. لن نخلق مشاكل بين الدستور العراقي ودستور إقليم كردستان.